غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية من كييف يضعنا في تفاصيل العمليات العسكرية هناك. غيث أهلا بك. إذن العمليات العسكرية ربما وفق المراقبين أنها أضحت عمليات نوعية بدخول يعني مجاميع مسلحة تتهمهم موسكو بانتمائهم إلى أوكرانيا إلى داخل العمق الروسي بريانسك مثلا اليوم واستهدافها من قبل مجموعة أوكرانية وكذلك طائرات مسيرة. ضعنا في تفاصيل هذه العمليات وهل من تصريحات حول عملية بريانسك الأخيرة في أوكرانيا؟ نعم رعد، لم تتبنى حتى هذه اللحظة الحكومة الأوكرانية أو وزارة دفاعها أو الاستخبارات أي دخول لمقاتلين أوكران أو موالين لأوكرانيا إلى داخل العمق الروسي برا، ولكن هم يتحدثون عن استمراريتهم في مقاومة أو رجع القوات الروسية من داخل العمق الروسي باستخدام طائرات مسيرة، وهذه العملية سوف تستمر لحين تحرير الأراضي الأوكرانية حسب ما تم وصفه هنا. أيضا هنا في الداخل الأوكراني هم أخذوا الموافقة الرسمية في شن الهجمات بالطائرات المسيرة على العمق الروسي، على أيضا استخدام تلك المسيرات باستهداف المواقع العسكرية فقط. أيضا الموافقات التي تم أخذها هو بدأ عملية تحرير شبه جزيرة القرم، هكذا ما وصفه أيضا رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية هنا، حيث أعلن بأن بدأ الوقت الآن لتحرير شبه جزيرة القرم، وأن القوات الأوكرانية الآن بعد أن قامت بالسيطرة على مجموعة من البلدات الأساسية في منطقة زاباروجا الآن هي تبعد القوات الأوكرانية على وسط وزارة الدفاع الأوكرانية حوالي 120 كيلومترا من مركز مدينة ميليتوبول، أي أن القوات الأوكرانية في غضون هذه الأشهر القليلة سوف تتمكن من السيطرة بالكامل على منطقة زاباروجا وقطع الإمداد العسكري من منطقة خرسون باتجاه منطقة دونيسك بعد أن تقوم القوات الأوكرانية بالسيطرة على مدينة فرديانسك وأيضا على مدينة ميليتوبول الأوكرانيتين حسب ما يتم وصفهم هنا في الداخل الأوكراني. أيضا هناك تصريح أيضا لقائد البحرية الأوكراني حيث أعلن بأن ما تقوم به موسكو من وضع ترسانات مائية لحماية الجسور أو جسر القرم أو جسر كيرش لحمايتها من أي استهداف لأحدى المسيرات البحرية الأوكرانية سوف لن تفي بغرض، كي أن المسيرات الأوكرانية البحرية تتجه من أماكن لا يعلمها الجانب الروسي وهو بصدد بدء استهداف جسر الكرش في هذه الأسابيع والأشهر القليلة القادمة. هكذا هو تصريح الجانب الأوكراني الذي وصنف هنا من قبل الخبراء الأوكران بأنه تصعيد خطير، تصعيد شديد اللهجة بعد أن قامت أوكرانيا أيضا باستخدام نوع جديد أو تكتيك جديد باستهداف شبه جزيرة القرم بمجموعة من الصواريخ الأوكرانية. هذا الشيء ينذر بخطر كبير على المستقبل القادم على أوكرانيا، ونحن في أوائل الشتاء أو سوف نبدأ في الخريف المرحلة الجديدة ربما قد تكون أكثر سخونة إن صحت تسميتها. على كل حال غيث مناف مراسل القناة الإخبارية من كييف، شكرا على هذه التفاصيل الميدانية لما يحدث هناك من حرب في أوكرانيا، شكرا جزيلا لك.